كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم، واستمع دوما إليهم، كي تعش بالحب فيهم، ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، أملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة، طامح ترجو الإفادة، انتشأ فيض السعادة، لا تكن بالذكر غافل. كن على درب التفاؤل، عش حياة غير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، اتحديت الليالي، وإلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالجميع في المحاضرة الأولى لكورس الباوربوينت المجاني. نفع الله بي وبكم. نبدأ يومنا بالدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. طيب هنبدأ منين؟ طبعا بما أن دي المحاضرة الأولى في الكورس، فمن الأفضل طبعا أن نجدد النوايا. يعني ايه نجدد النوايا؟ يعني نقول احنا جايين هنا ليه، يعني نبقى عارفين احنا ليه بنقوم بهذا العمل. لماذا نجدد النوايا؟ لان تجديد النوايا بيبقى فيه حافز لينا، حافز ان احنا نستمر، حافز ان احنا نتعلم. طبعا من العرض اللي انتوا شفتوه انا قلت لكم ايه نوايا من هذا الكورس. هذه بعض نوايا لنا، هذا علم الله عز وجل علمني إياه، فأنا أفيد الناس بيه يعني. والحاجة التانية إن أنا أقوي قناتي على اليوتيوب. القناة طبعا عايزة جمهور، الجمهور استحسن إن أنا أزيد الجمهور مع الوقت من خلال الحاجات المجانية. الجمهور بيبقى كتير جدا، الحاجات المدفوعة موجودة وقائمة بس مفيهاش جمهور كبير زي المجاني. طبعا يعني جروبات المجاني ممكن يبقى فيها 200 ميل، جروبات المدفوع بيبقى فيها يعني العدد قليل جدا، لا يتعدى 20 مثلا، ولو كورس لا يتعدى ممكن 4 6 كده، مش كتير. طيب النهاردة إن شاء الله هناخد إيه مع بعض؟ هناخد مع بعض إزاي بننزل برنامج الباوربوينت، وما هو هذا البرنامج، وإيه علاقة البرنامج ده أصلا بمجال تعليم الأعاجم. وطبعا أنتوا عرفتوا خطة الكورس، فهنعرف النهاردة بس البرنامج ده بيتكون من ايه. وأول حاجة في مكوناته وهي الخلفية. الخلفية نبدأ كده نشوف مع بعض. طب أنا قلت لكم على نوايا وأهدافي، ليه هامي هقوم ليه بالكورس دوت، ليه هقوم بالكورس ده. يعني خير الناس أنفعهم للناس، فإن شاء الله تستفيدوا وتتعلموا وتفيدوا غيركم، وتلاقوا بقى الحاجات دي في الحياة، وأنا برضو طبعا أكيد هستفاد من الله عز وجل. يعني
انتوا طب ممكن تكتبوا لي كده في المحادثة ايه اهدافكم من ليه هتاخدوا كورس الباوربوينت. طبعا انا عرضت لكم شوية كده من الاهداف ممكن تستعينوا بيها، وممكن انتوا تقولوا ليه اصلا بتاخدوا الكورس ده. طب ميزة النوايا ايه؟ ان لو العمل ما تمش، انما حتى ما تمش العمل، يعني مثلا حد خد الكورس وما كملش لأي سبب، بس هو داخل بنوايا مثلا انا اشتغل في شركة مرموقة عشان إن شاء الله أحسن دخلي مثلا، فهو داخل بهذه النية وبيحاول يحضر ويسمع محاضرات ويبذل مجهود عشان يوصل للهدف دوت، إن هو بينمي مهاراته عشان يشتغل في شركة مرموقة، شركة يعني ما تبقاش أي شركة يعني ترضى بيه، فإن شاء الله ممكن بنيته دي يوصل. طب لو ما وصلش يعني إن شاء الله ياخد بقى الأجر والثواب والكلام ده كده. نشوف كده مع بعض كورس الباوربوينت. هذا الكورس وما هي، ما معنى كلمة باوربوينت وما استخدمت كلمة باوربوينت؟ باور بوينت طبعا هي لو ترجمة حرفية باور قوة، بوينت نقطة، نقطة قوة. هو ده اسم البرنامج كده باوربوينت. استخداماته ايه وتابع لشركة ايه؟ هذا البرنامج تابع لشركة مايكروسوفت. مايكروسوفت دي شركة فيها عدة برامج بتسهل علينا حياتنا، زي برنامج الوورد، برنامج الإكسل، برنامج السكايبي وهكذا. برنامج الباوربوينت دوت واحد من البرنامج، من البرامج دي بيستخدم فيه العروض. العروض يعني إيه؟ إن أنا أعمل عرض وفي جمهور بيشوفني، أعمل عرض طبعا على شاشة وفي ناس بتتعلم من وراء هذه الشاشة، زي تعليم كده الأونلاين. والبرنامج ده بيبقى فيه تشويق، في وسائل جذب، في ألوان، في رسومات، في حركات، في أصوات، فكل الحاجات ديت يعني إيه بتحفز الحواس، تخلي العين عايزة تشوف والودان عايزة تسمع والتركيز بيزيد. فهو البرنامج ده يستحق الدراسة. احنا بعد كده هنستخدمه في حاجات تانية في حياتنا، مش هيبقى بس في تعليم الأعاجم، اللي هيتعلمه هيلاقي معاه البرنامج ده بيستخدم في مجالات كثيرة. استخدامات الباوربوينت، يستخدم فيها العروض التقديمية، هو وسيلة أساسية في حصة تعليم القرآن والتجويد للأعاجم، لأنه يحدث روح للحصة من خلال الرسومات والألوان والحركات. وسنشاهد أمثلة عملية على ذلك، أقول لكم مثال عملي على ذلك. نشوف كده، يعني مثلا في حصص الاونلاين من ضمن الحصص اللي انا بديها، اولا ده ادي البرنامج اهو انا مستخدماه في العرض اللي انا بعمله لكم ده دلوقتي، انا مستخدمه برنامج الباوربوينت. دي مثلا حصه لطالبه، طالبه هذه طالبه اسمها بتول القسم. طب نشوف كده، ادي ده، دي كده شرائح باوربوينت، وانا بدات احط عليها شعار الشركه اللي انا بشتغل فيها اقرا نتورك، وبقيت بعمل عرض للطالبة. المفروض الطالبة تيجي، يبقى في وسيلة جذب، وسيلة جذب ليها. هي الطالبة دي بقت خلاص طالبة قديمة، المفروض إنها ملت من الحصة، ملت من الحصة وقالت الحصة خلاص بقت بورينج، بقت مملة. فقلت إيه، أحاول أجذبها وأشدها بحيث إنها تعود مرة أخرى. شوف كده، يعني باور بوينت استخدمته في إيه؟ وأنا الطالبة لما بتيجي المفروض Welcome in Quran class, my student هبة، هبة خالد، هبة خالد بس مش بدور. طيب بنعمل تصميم ملائم لنوع الطالب أو الطالبة، ده دي طالبة فتصميم ملائم ليها أهو. نبدأ يا منى بالدعاء، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Today إن شاء الله our lesson will be interesting. المفروض الطالبة مالت، فأنا بقول لها today إن شاء الله our lesson will be interesting. We will begin by reading سورة الفلق and you will be the one who will read and try to apply the vowel that you learned with me. يعني أنت اللي هتبقي، أنت اللي هتقودي الحصة النهاردة، بقول لها المفروض هنقرأ السورة معا وستحاولين إيه يعني تطبقي الفاولز اللي احنا تعلمناها مع بعض، اللي هي الشورت واللونج والكلام ده. المفروض الطالبه بديها التحفيز ده كده من البدايه. دي كده احد استخدامات الباوربوينت.
That will be for 15 minutes. فطلع التايم قد ايه؟ for 15 minutes، هنقعد 15 دقيقة هنقعد نصلح في سورة الفلق في الفاورز بتاعتها. The second part in our class will be Islamic studies. لها second part، الجزء الثاني من الحصة هيبقى Islamic studies. We will complete the lesson. Why were we created? lesson كانت عن why we why were we created، لماذا نحن خلقنا. طالبة عشبة هناخد النهاردة، فقاعدة مركزة وقاعدة مبسوطة، وفي ألوان أزرق وأحمر والأول ورد وحاجات جميلة، فطبعا الطالبة هتبقى مبسوطة أكيد في الحصة، أكيد مش هتبقى بورينج. تمام كده بقى. صلاة التايم لاين فور اور كلاس توداي، ونبدأ نقول التايم لاين هتبقى عاملة ازاي. ده كده مثال لحصة من الحصص. فانتوا ان شاء الله النهارده اخدتوا خلاص، عرفتوا احنا هنستفيد اكيد من البرنامج، هنمشي خطوه خطوه في تعلم هذا البرنامج. الخطه انتوا اخدتوها بعت لكم فيديو بيها، خطه كورس الباوربوينت، فانا مش هتكلم عنها. هنتكلم في محتوى اليوم، اللي هو ازاي بنزل البرنامج على لابتوب او على موبايل، والبرنامج ده بيتكون من ايه، وازاي اعمل خلفيه، ونشوف ايه هي الخلفيه دي. فاحنا كل خطوة يعني نستغلها كويس، من المحاضرة لمحاضرة أسبوع فرصة كبيرة إن أنتم تتدربوا. مرة النهاردة هننزل خلفية، المرة الجاية هنبدأ كتابة، مرة هنعمل تنزيل جدول، مرة هنعمل تنزيل صورة، مرة هنعمل تنزيل صوت، مرة هيبقى فيه حركات، مرة آخر مرة طبعا هتبقى إزاي أحول، هيبقى عندي ملف كامل باوربوينت، إزاي بقى أحوله لفيديو، وفي كمان ازاي احول الملف بي دي اف. ان شاء الله كل ده باذن الله هتستفيدوه، بس اتمنى يعني الكورس ان شاء الله هيبقى مليء حاجات كتير جميله جدا، واصلا المجال ده انا بحب الباوربوينت. اتمنى ان انتوا بقى كمان تفعلوا بقى القناه باللايك والشير والتعليق، وما تبخلوش بالحاجات دي، لان الحاجات دي اصلا مهمه لاستمرار القناه. القناة اللي ما فيهاش ولا لايكات ولا تعليقات ولا مش بيتعمل لها شير وما لهاش مشاهدين، دي مع الوقت بتندثر. طبعا نحن لا نرضى هذا لقناتنا على اليوتيوب، القناة طبعا بنبذل فيها مجهود كبير. طيب نعود، دي كلها هي قلنا احنا اتكلمنا في موضوع النوايا دوت خلاص. طب نشوف كده. المحاضرة الأولى أهي تشمل إيه؟ هتشمل سندرسه معا تحميل برنامج الباوربوينت على الموبايل، الصفحة الأولى للبرنامج بعد التحميل، كيفية عمل إيميل على البرنامج. Welcome my student Heba in Quran class. كيفية فتح ملف باوربوينت على البرنامج، إزاي أصلا بنزل البرنامج؟ بنزله ازاي؟ ازاي احفظ ازاي انزل البرنامج وافتح ملف واحفظ هذا الملف واضيف عدد من الشرائح. شوف كل ده كده مع بعض. بالنسبة للبرنامج اذهب الى متجر بلاي، اروح لمتجر بلاي واختار مايكروسوفت باوربوينت. يعني يلا على متجر بلاي كده، يلا كله يروح، ها كله فتح، كل يختار مايكروسوفت باوربوينت. لقيناها الأيقونة دي كده، كلنا نختارها، نعمل لها تثبيت، نعمل تثبيت خلاص اتثبتت، فتح هتتفتح عندنا. ساعات بيبقى فيه مشكلة كده في الإيميل، لو بقت فيه صعوبة بقى إنها تتحمل بالإيميل وكده، خلاص بنحملها على فلاشة من أي محل موبايلات، بنقول عايزين ننزل برامج الأوفيس، حملها لي على اللابتوب أو حملها لي على الموبايل من غير فلاشة، ممكن ناخد اللابتوب معانا وهو يحملها، وبيحملها على فلاشة واحنا نيجي نحملها عندنا في البيت. ممكن يحملها لنا على الموبايل، يعني يا اما كده يا اما احنا نحملها بطريقة بنفسنا، وبتيجي رسالة على الميل، بنمشي بقى بالخطوات، بنفعلها، بنعود مرة أخرى، البرنامج خلاص بينزل عندي بهذه الصورة. بعد خلاص ما فعلها على الايميل هلاقي صورة الايميل جت هنا، جت هنا اهي كده، جت هنا صورة الايميل بتاعي، والصفحة دي ظهرت عندي. لما اضغط على ايقونة الباوربوينت هتتفتح، هلاقي الصفحة دي.
مفروض الاقي تحت في الاخيره وفي مشترك وفي فتح، انا كده في مشترك دي. فانا دلوقتي عايزه انزل افتح ملف بقى وابدا اشتغل عليه، اعمل ايه؟ فتح ملف جديد على الباوربوينت، نضغط على علامه الزائد، نضغط على علامه الزائد الاعلى باليسار، في علامه زائد فوق كده كلنا نضغط عليها، كل يضغط عليها، كلنا ضغطنا هيبدأ يفتح لي ملف. أنا عايزة أحفظ هذا الملف قبل ما أشتغل فيه، ليه؟ لأنه ممكن الموبايل يفصل، ممكن يحصل أي حاجة، فبنضغط مرتين على كلمة الجهاز، هذا الجهاز أهي، أضغط عليها أو بختار داونلود وخلاص، اللي عندي أصلا ده كده بيتحفظ. خلاص اتفتح عندي الملف، أدي الملف مفتوح أهو كده بالطريقة دي. المفروض إن إحنا هنعمل إيه؟ إحنا مش عايزينه متخطط كده، لا احنا عايزينه يبقى مستطيل ابيض فاضي زي اللي تحت ده كده، مستطيل فاضي. وعايزه اضيف عدد من الشرائح، اضيف عدد من الشرائح منين؟ من علامه الزائد دي. طب انا عايزاه يعني مستطيل فاضي ما فيهوش تقسيمات كده وما فيهوش مستطيلات جواه، ما مش مكتوب جواه اضغط ضغطه مزدوجه لاضافه عنوان، لا مش عايزاه كده. اضغط على حاجه اسمها تخطيط، فين تخطيط دي؟ تخطيط تحت اهي، تحت عملت حواليها لون بنفسجي، نضغط عليها يظهر لكم ايه دلوقتي؟ يظهر لكم حاجات صح؟ اختاروا كلمة فارغ، ما نختار فارغ هتبقى الشريحة فعلا فارغة ما فيهاش تقسيمات المستطيلات دي. طب انا عايزة اضيف عدد من الشرائح، اضغط على كلمة زائد كده، اضغط على زائد، كيفية إضافة شريحة أخرى عن طريق زائد زائد زائد، لا بيضيف شرائح شرائح شرائح. فأنتوا كده عرفتوا إزاي البرنامج بينزل، إزاي هبدأ أظبط بقى الشريحة، عايزاها فارغة، عايزاها فارغة بحيث أنا هشتغل فيها. اختيار قالب للعمل عليه، طب أنا جات لي الشريحة خلاص فارغة، عايزة بقى أبدأ إيه، أخلي لها خلفية لون أو أختار قالب وأشتغل عليه. في قوالب جاهزة، قوالب جاهزة يعني، بجيب القوالب الجاهزة دي منين؟ من كلمة نسخ، في سلايد الشريحة يعني سلايد، سلايد جاهزة للعمل عليها مباشرة. بضغط على السهم ده، السهم ده اللي هو في الشمال، وبعدين لما بضغط عليه في اليمين مكتوب الصفحة الرئيسية، أضغط عليها يطلع لي تصميم، يطلع لي المستطيل ده، أختار منه كلمة تصميم، تصميم. لما أختار تصميم هيطلع لي بقى نسخ وحاجات كتير كده، اختار من ابدا اختار كل واحده، هتلاقوا ملف الباوربوينت بيتغير طبعا اللي انا اخترته. فانا كده اول حاجه عملتها ان انا اخترت الخلفيه، انا اخترت الخلفيه تمام كده، الخلفيه خلاص اتظبطت. ان شاء الله بقى المره الجايه هقول لكم ازاي تكتبوا جوه هذه الخلفيه، داخل هذه الخلفيه. طيب هنا ويلكم يا ستودنت ساره ان قران كلاس، دي بعد كده ان شاء الله هناخدها مش النهارده. هنخرج كده من هنا، طيب لغاية هنا كده أتمنى الكل طبعا كل ما ننساش يعمل لايك، ما ننساش يشترك في القناة، تشجيع لنا نستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كل الكلام ده على إيه؟ على الموبايل. طب نشوف على اللابتوب، على اللابتوب سهلة برضو مش صعبة، بنفتح ملف باوربوينت، ادي ملف، ادي باوربوينت يعني ازاي. طب بضيف شرائح بنفس الطريقه برضو، المتجر بلاي او انا بحمل، يعني انا عندي في اللابتوب انا محملاه، رحت مكان وخليته يعني، رحت مكان عن طريق فلاش وحملت كل برامج المايكروسوفت اوفيس وباوربوينت واكسل، كل ده حملته، لكن على الموبايل حملته انا لوحدي. بالنسبة لشاشة بقى اللابتوب طبعا ميزته عن الموبايل ان هو امكانياته اكتر، امكانياته اكتر. فانا لما بضيف شريحة في مكانين بضيف منهم شريحة، يا اما من هنا، حاول اعمل لكم عليها هي كده دورية، يا اما من هنا بضغط هنا هيضيف لي شرائح، يا اما في مكان اخر هقول لكم عليه برضو. يعني انا لو ضغطت هنا دلوقتي هتلاقوا ده شريحة، يعني مكتوب تحتها نيو سلايد، ادي نيو سلايد، نيو سلايد دي شريحة رقم 27، ضفت تاني شريحة رقم 28. طب أنا مش عايزة السلايدز دي، وأقف هنا وأعمل كليك يمين وأختار ديليت سلايد، وهنا برضو
وبرده ديليت سلايد. طب 20 مش هتعرف. طب فعل في مكان تاني، من هوم، اضغط كده على هوم وهلاقي برضو هنا برضو نيو سلايد. ادي نيو سلايد، السلايد اهي، ادي نيو سلايد، ادي عندي مكانين اهو نيو سلايد من ايه، من اللابتوب. طب احنا كده الحمد لله النهارده كده خلصنا. انتوا عايزين طبعا تعرفوا برضو ازاي انا بعمل هنا خلفية، هي كده لو عملت دلوقتي نيو سلايد على اللابتوب هيبقى، هتبقى طبعا فاضية. ادي اهو نيو سلايد اهي، عايزة اختار لها خلفية، ادي نيو سلايد اهي واقفة هنا اهو، اعمل كده نيو سلايد اهي الشريحة 28. طب انا عايزة اختار خلفية لهذه الشريحة، اختار خلفية ازاي؟ اقول لكم دلوقتي الخلفية بقى ليها كذا طريقة. انتوا عشان انتوا لسه في البداية هنديكوا هنا من ديزاين، ديزاين فوق اهي تصميم، شايفينها ديزاين، بص فوق ادي اول ديزاين، ديزاين اهي اهي فوق هنا، هي دي كده ديزاين، في هوم، في انسيرت، في ديزاين، نختار ديزاين كلنا ده الكلام ده. بعد ما نختار ديزاين هنلاقي اول ما اضغط كده على ديزاين، اول ما اضغط عليها هيفتح لي كذا تصميم اختار منه، ده زي كده النسخ اللي احنا اخترناها من شوية. يعني لو اخترت دي مثلا تبقى كده، اخترت دي هتبقى كده، اخترت دي هتبقى الشريحة كده، دي هتبقى الشريحة كده. ميزة بقى اللابتوب ان في تصميمات كثيرة كده كده، دي الشريحة اهو، ادي الشريحة اهي، فين الشريحة تبقى كده كده، كل ده في اللابتوب. الموبايل مش متاح كل هذا، متاح شوية بس مش كتير. ادي هنا كمان في فورمات باك جراوند، ما باك جراوند بقى الشريحة ممكن تكون كده وكده، اللي ده ممكن اعمل ده داخل في الالوان ان شاء الله. بقى لما نيجي ناخد بقى الكتابة هتلاقوا ايه ممكن نكتب بقى على هذه الشريحة. وهنا مثلا apply to all، ان هو يخلي لي الشرائح كلها بالطريقة دي، ممكن كمان نغير اصلا اللون ده خالص، ممكن لون اخر، مثلا لبن، لبني مثلا مع الاصفر مثلا. انت كل ده تصميم الشرائح ممكن اغير فيه كده، كل ده اقدر اغير فيه. لو عملت كده ممكن في تصميمات اخرى، نختار كده، نختار كده، ممكن نختار كده كده مثلا، كل ده احنا بقى انا طول ما قاعدين نقعد نجرب طول الاسبوع كده خلفيات، هنلاقي الخلفيات كتيرة جدا، خلفيات كتيرة نقدر نستخدمها. هنا هاي الباك جراوند جرافيكس، في خطوط هنا على جنب ممكن نشيلها نحطها هكذا. كده دي كده محاضرة النهاردة، ازاي اقوم بعمل تصميم للخلفية. بس التصميمات الخلفية اكتر من كده، انتوا لسه في البداية بتاخدوا ديزاين، تصميم اسهل تصميم يعني. النهاردة مع بعض درسنا ايه؟ درسنا ازاي ننزل البرنامج على الموبايل وعلى او على اللابتوب، ازاي البرنامج بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعة شرائح، شرائح يعني سلايدز، السلايد الواحدة دي اسمها شريحة، الملف، ملف الباوربوينت عبارة عن مجموعة شرائح. المفروض بعمل خلفية، النهاردة عرفنا ازاي نعمل الخلفية، ازاي بصممها. ان شاء الله المرة الجاية نبدأ نعرف ازاي نكتب بقى جوه هذه الخلفية، كيف نقوم بالكتابة. احنا كده الحمد لله خلصنا، اتمنى الكل يعني يكون تفاعل مع الفيديو بلايك شير تعليق، دلوقتي طبعا مع بعض لايك تعليق، بعد كده بقى ان شاء الله شير، شيروا بقى بإذن الله الناس تانية برضو يستفيدوا منه. لو عندكم اي اسئلة اكتبوا هنا في المحادثة، انا ان شاء الله انا معاكم دلوقتي في المحادثة، اكتبوا وانا هرد عليكم. طيب نختم، نقول دعاء الخير.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.